انت سالتني سؤال قبل كده وعايز اجاوبك عليه. انت قلت لي قبل كده هل ممكن العينه بتاعتي تتلخبط مع حد تاني؟ وده يعني سؤال مشروع جدا، مفيش حكايه دي خالص. انت بيتم تجميع العينه في مكان مخصص، حضرتك بتسلمها لدكتور المعمل، يبقى في اكتر من دكتور ماسك الحاله بتاعت حضرتك، في اكتر من 2 دكاتره ماسكين الحاله بتاعت حضرتك، بيتم اخذ كود او سيريال نمبر بتاع حضرتك، ما ينفعش يتلخبط مع اي حد خالص. الاجنه بتبقى ليها مكان مخصص في المعمل محطوط على خريطه، بيبقى ليها كولر كود، ثلاث انواع من الكودز، كولر كود وبار كود، وكمان يبقى في اكتر من دكتور ماسك الحاله، بحيث ان ما يحصلش اي نوع من الاختلاط بتاعت الاجنه او السالمونيلا ولا اي حاجه خالص.